مشاهدينا مساكم الله بكل خير، بكل ود، بكل حب، نلتقيكم مجددا. عدنا والعود أحمد في آخر محاضرتين في الآيديك إيفنت. هالمرة بإذن الله راح نتطرق إلى الإمبلانتولوجي في محاضرتين مختلفتين عن موضوع الإمبلانت، وحنتناول فيهم ما يتعلق بالإمبلانت. معنا زميلنا وصديقنا المحاضر الدكتور مصعب الخدر من السودان. تحية طيبة ليك دكتور مصعب، عميد جامعة إفريقيا. تحية طيبة ليك حبيبي، وتحية كبيرة من الأعماق لوجودك معنا في هذا الحدث. والله تمنينا للأمانة أن نعذروك، وأن يعني نخلوك أنك تأخذ وقتك مع العائلة وكذا في ظل الأوضاع الأمنية اللي حاصلة، ولكن إلا أنك أبيت وحبيت أنك تكون مع المشاهد، فليك مني جزيل الشكر والتقدير، ونسأل الله أن يبارك لك. وأنا ممنون جدا بوجودك معي في هذا الحدث، وخجول برضو من وجودك معي في هذا الحدث في ظل هالأوضاع ومعاناتك لهالأوضاع، وأصريت أنك تكون معي. فتحية طيبة ليك ولكل السودان الجميل، ونسأل الله أن يلم الشمل ويحفظ البلاد والعباد يا رب. المايك ملكك حبيبي. الله يكرمك أخي وحبيبي نبراس. السلام عليكم ورحمة الله، زملائنا أطباء الأسنان وطلاب طب الأسنان وحتى تقنيي والكوادر المساعدة لمهنة طب الأسنان في العالم العربي أجمع والعالم الأفريقي وكل العالم. رمضان كريم، وربنا تقبل الصيام والقيام. وحقيقة يعني في البدء أسأل الله أن يحفظ بلادنا السودان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ييسر أمرنا ويصلح حالنا ويوفر لنا الأمن والاستقرار إن شاء الله وسائر بلاد المسلمين بإذن الله. حقيقة أصريت أكون متواجد معكم رغم الظروف اللي تفاجأنا بها كلنا، يمكن اليوم 9 صباحا صحينا على أصوات طلقات الرصاص والقذائف المدفعية الثقيلة من دانات وخلافه، ولكن حقيقة نحن نتوارى خجلا من المجهود الذي تقوم به أخي دكتور نبراس في تنظيم هذا الحدث الضخم والالتزام أمام يمكن عشرات الآلاف من المتابعين. فأبت نفسنا إلا وأن نشارك وأن لا نسجل غيابا في هذا الحدث المهم، وأن لا ندخل أي حرجا يعني عليكم كجهة منظمة مع زملائنا من كل البقاع العربية. وهي فرصة طيبة أن نسألكم الدعاء في هذه الأيام المباركة لأمن وسلامة السودان إن شاء الله. الله يجزيك كل خير، والله فخورين بك وبوجودك معنا دكتور، وتحية ليك طيبة من القلب ولكل زملائنا السودانيين. جزاك الله خير، ويعلم الله أنك ذويق وما قصرت أبدا أبدا. فنسأل الله أن يلم شملكم، وأن تهدأ النفوس، وأن يحفظكم ويحفظ كل الأهالي والزملاء في السودان الحبيب إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. العرب على بركة الله. على بركة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة بتاعتنا حتكون عن الـ Implant Dentistry، زراعة الأسنان أو غرس الأسنان، الجانب المهم جدا جدا في مجالنا كمهنة طب أسنان. يمكن إحنا يعني كل الأحداث الفاتت والمحاضرات الفاتت كانت بعيدة شوية من مجال زراعة الأسنان، ودي أول محاضرة، وتعقوبة برضو محاضرة مهمة جدا جدا مع زميلنا الرائع دكتور عطية، أتوقع هتكون محاضرة برضو جميلة جدا. حقيقة المحاضرة عنوانها 101 Single Implant in Aesthetic Zone. ليه أنا اخترت الأثيتيك زون؟ لأنه هي واحدة من الحتات اللي دائما بيكون فيها تشالنج، يعني كثير من الزملاء أو كثير حتى من الطلاب اللي بندربهم في البوست جراد ليبل على الزراعة بتاعت الأسنان بيتكلموا معانا في أنه صعب دائما أنك أنت تخد الامبلانت في الاثيتيك زون، الديمانس بتاع البيشنت بيكون عالي، دائما حوجه المريض في المنطقه الاماميه بتكون حوجه اعلى من الاضراس الخلفيه وكذا. فنتمنى انه تكون المحاضره يعني تلقي الضوء بصوره واضحه على كيف اننا ممكن نصل لانه نقدر ناخد الامبلانت في المنطقه الاماميه التجميليه، والراعي فوق كل الفاكتورز المهمه لاننا نطلع بريزلتس مرضية لنا ومرضية للمريض في نفس الوقت إن شاء الله. طبعا عنوان المحاضرة يمكن كثير من الزملاء برضو سألوني هل أنت حتعرض يعني 101 حالة بتاعة زراعة أو كده؟ لا، هو طبعا ده كونسبت معروف 101 اللي هو بيعني إنه دي الانترودكشن أو دي البداية في الموضوع، فأنا جست والهايلايتس المين يعني لاينز، وبعد كده الناس ممكن تديك ديب وتمشي تتأمل فيها ويعني تبحث عنها أكثر. فكأنما هي الباب الأول، الشابتر الأول، الدرس الأول حيكون
عن الستيبس اللي حنتكلم عنها بإذن الله تعالى. رب يجعل هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. طيب إن شاء الله في خلال المحاضرة بتاعتنا الليلة يعني إن إحنا عندنا حاجات معينة عايزين إنه الكانديدات يطلعوا بيها أو كل المستمعين إن شاء الله، هم حاجتين. أول حاجة إنك كيف تقدر تقيم الأنسجة المحول السن أو حول الزرع اللي أنت عايز تعملها، الكونديشن بتاعتها شنو من ناحية بتاعت أثيتكس. لو قلنا إنه نحن عارفين إنه الناحية الجمالية بتاعت اللسة أو البين كولر أو البين كونسيبت، فكيف أنا بقدر أعمل إيفاليويشن للجنجبة والكونديشن بتاعتها قبل ما أبدأ الزراعة بتاعتي تبريدكت الأثيتكس اللي أنا ممكن أطلع به أو الناحية الجمالية. الحاجة الثانية دارين نطلع بها إن شاء الله إنه كيف أنا أقدر أكون ملم بالفاكتورز المهمة عشان أصل لسوفت تيشو أقدر أقول عليها aesthetic wise accepted. تمام؟ هم 8 basic factors، في بعض المراجع وفي بعض الكتب العالمية حتلقوهم أكثر من كده، لكن أنا أفتكر من خلال التجربة إنه دي 8 حاجات رئيسية لو قدرنا نتبعها بإذن الله حنطلع بنتائج جميلة جدا جدا ومبسطة جدا جدا جدا. بحب أنوه دائما إنه يعني ما في حاجة مستحيلة على شخص، الموضوع ما متطلب أبدا إنك لازم تكون اختصاصي مثلا في الجراحة أو في أمراض اللسة عشان تقدر تطبق الحاجات اللي حنذكرها بعد شوية. حاجات very simple لكن هي very effective في إنه أنت تصل للنتيجة المرجوة إن شاء الله. فكل الزملاء إن شاء الله حتى الخريجين الجدد حيستفيدوا منها، حتى طلبتنا في السنوات الأخيرة إن شاء الله في البلدان اللي بيمارسوا فيها الزراعة في السنوات الأخيرة حيستفيدوا بإذن الله. طيب نحن عارفين إنه السكسس أو النجاح بتاع زراعة الأسنان هو بيعتمد أو الأوتكم بتاعه النهائي بيكون حاجتين: هل الزرعة فانكشنالي مؤدية الوظيفة بتاعتها بصورة سليمة، يعني أنا عايز أعوض الناحية الوظيفية وعايز أعوض الناحية الجمالية، يعني ده السببين اللي في النهاية اللي أنا حكون هعمل فيهم الزراعة بتاعتي، أضراس مفقودة، في فقد للوظيفة الطبيعية بتاعت الأسنان في المضغ وداير أعوضها، لا منطقة أمامية بالإضافة للمضغ الفانكشن داير أعوض برضو الوظيفة الجمالية بتاعتي. فكيف أنا أقدر أصل لبالانس في أني أنا أحقق الاثنين ديل مع بعض، أعمل زرعة أقدر أقول عليها successful implant اللي هي ناجحة بحيث أنها توفر الحاجتين الفانكشن والأثيتيك بتاعي. طيب الحاجة الأولى دارين نشوف how does one evaluate a soft tissue aesthetics، يعني كيف أنا بقدر أقول soft tissue دي من ناحية جمالية أوكي accepted ولا لا. طيب لو عاينتم معاي في الصورة، أول حاجة أنا في حاجة اسمها البنك أثيتيك سكور البي اي اس، ده سيمبل بارامتر فور ذات. بيتكلم عن شنو البنك أثيتيك سكور؟ هو بيتكلم عن سكور للتوز فوليوم أو الأوتلاين بتاع الجنجبة عليها، يعني أنا حاشوف الميزوجنجبة بابيلا الانتردنت البابيلا القاعدة ميزيلي والديس الجنجبة البابيلا، البابيلا الاثنين على اليمين على اليسار بشوف الوضع بتاع عامل كيف، بشوف الليبيا المارجن بتاعي الكيرفيتشر بتاعته عاملة كيف زي ما شايفين هنا، دي هنا واحد المنطقة، هنا اثنين، دي هنا الكيرفيتشر تاني، بشوف الكلر، بشوف الهايد بتاع الادج بتاعي برضو هنا عامل كيف في المنطقة دي، ده الادج بتاعي الحافة بتاعت الارتفاع، وبشوف التكشر السيرفيس تكشر بتاعتي عاملة كيف بتاعت الجنجبة. ده كده أنا بقدر من النظرة الأولى أقدر أقول في البي اي اس البنك أثيتيك سكور المقياس عشان اقدر اقول الحته كويسه ولا لا، من النظره الاولى بعين للاشياء دي. فاذا لقيت طبعا بعدين في ريسيشن في انحسار للثه، لقيت الكلر بتاعها مختلف، لقيت الهايت بتاعها مختلف، السيكنس بتاعها مختلف، دي كلها بتقدر تخليك انت تبريدكت انك قد تحتاج تدخل اضافي في السوفت تيشوز مانجمنت في المنطقه دي. طيب الانتردنتال بابيلا حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا، ممكن دي حقيقة من الأشياء اللي أنا اتعرفت عليها عن قرب أكثر بعد بدايتي للتخصص بتاع البريودونتولوجي في 2015. فقبلها الحالات ما كنا بنهتم كثير، يعني كان أي نعم الرورال جولدن جول بتاعنا في النهاية إنه أنا أعمل إمبلانت على بون، دائما يعني تعلمنا إنه في بون سيت زيتون بطشو إزا إيشو، يعني نعم انت دائما هو الفولو البون، لازم يكون عندك بون عشان تخط الامبلانت بتاعتك، لكن لازم يكون عندك كمان انسجه
ما حوالينا الامبلانت عشان هي الحداعمه، وحنشوف كيف حداعمه بعد شويه. فالمفاهيم بتاعت البابله والاهميه بتاعتها دي عرفناها لاحقا، ودي الحاجه اللي احنا الليله دايرين نقولها لكل الزملاء حتى الخريجين الجدد، نختصر عليهم سنوات من التجارب ومن الشغل العملي في انك كيف تحافظ عليها، لانها هي الحاجه اللي بتديك المنظر الطبيعي بتاع الابتسامه وبتاع المنظر الجميل اللي احنا شايفينه هسه مثلا في الصوره. المريض في النهايه ما بهمه كثير حاصل تداخل عظمي اوسيو انتجريشن او لا، ما بهمه كثير نوعيه الزرعه اللي انت خدتيها هي المانيه انجليزيه امريكيه صينيه، بقدر النتيجه النهائيه بتاعت الشغل اللي هو بشوفه والناس حيشوفوها يعني. فدائما البيشن كونسين في الحالات التجميليه هو المهم وهو التشالنجينج. الانتردنت البابيلا هي المسؤوله من انها تديني الناتشورال ابييرنس بتاع الاسنان. طيب انا حانظر للحته بتاعت الانتردنت الاريا وحاشوف هل في جنجيفا انتردنت البابيلا موجوده ولا لا. طيب اذا كانت ما موجوده نو جنجيفا البابيلا دي بقول على ليفل زيرو. اذا كانت موجوده لكن مغطيه يعني نص التيس جاب دي بقول على ليفل 1. اذا كانت مغطيه اكثر من نصه لكن في جزء بسيط لسه هو واضح، يعني خلينا نقول النافذه الانتردنتال المثلث دي اللي بيكون فيه الانتردنتال بابيلا، في حاله ان ما فيش انت بتشوف فراغ كامل، اذا شايف نص معناته هي فيلد لحد النص او اقل من النص، اذا شايف يعني هي فيلد لكن في جاب صغير هنا معناها هي اكثر من النص دي ليفل 2. اذا كانت فولي فيلد ذا جاب دي هنا بنقول عليها ليفل 3 زي الصوره اللي احنا شايفينها. اذا كان في بابيلا اوفر جروس دي بتكون ليفل 4. سو انا عندي 5 ليفلز مختلفه هي دي اللي احنا بنتكلم عنها في انك كيف كاتيجورايز الجنجيفال بابيلا ليفل. طيب كده نحن انتهينا من الانتندد ليرنينج اوت كم او الشيء الرئيسي انه كيف اقدر اعرف السيتويشن بتاع الجنجيفا من ناحيه بتاعه الاستيتيك بالنسبه لي هي اكسبتد ولا لا، اقدر اتوقع قبل ما انا اخذ الزرعه بتاعتي انه هل الامور حتمشي طيبه والنتائج حتكون كويسه ولا لا. الفاكتورز الجايه اللي حنتكلم عنها هي 8 عوامل رئيسيه برضو بتخليك تقدر تعمل اسسمنت قبل ما تبدا، وتقدر تحدد انت هل حتحتاج لتدخل اضافي عشان تدعم الانسجه دي ولا لا. الفاكتور الاول منهم هو الجنجيفال بايوتايب. شنو يعني الجنجيفال بايوتايب؟ انا لما اتكلم عن الجنجيفال بايوتايب معناتها انا داير اتكلم عن هل هي ثيك جنجيفال بايوتايب ولا ثين جنجيفال بايوتايب، هل هي نوع عريض الجنجيفا عريضه تخينه شويه ولا هي رفيعه خالص خالص. طيب الثيكنس بتاع الفيشو بلتلي ايذر ثيك مور ذان 1.5 ملم فور ذا بكال ميوكوزا اور ثين ليس ذان 1.5. فاذا انا بقيسها وحنشوف بعد شويه بنقيسها كيف ان احنا هي ثيك ولا لا، بان اكثر من 1.5 ولا اقل من 1.5. لكن عشان نديك حاجه سريعه وتسهل عليك، دائما احنا ممكن نعرف الطايب بتاع الجنجيفا بتاعتنا بالبريدنتال بروب، يعني جنتي اللي تدخل البريدنتال بروب في السلكس سيمبولي. اذا بقيت شايف الجريدنج بتاع البروب التدرج بتاعه انت معناته هنا عندك ثين جنجيفال بايوتايب، معناته عندك النوع بتاع الانسجه هنا يعني ضعيف جدا جدا وشفاف كونك انت قادر تشوف التدرج بتاع البريدنتال بروب. اذا كان لا ما قادر تشوفه او ما واضح التدرج بتاعه تماما معناته انت عندك ثيك جنجيفال بايوتايب اللي هي النوع التخين شويه. البروب فيزيبيليتي از ا كلينيكال جولد ستاندرد تو ديسكريمينيت ثيك بايوتايب فروم ثين بايوتايب، جنرالي الثيك وان از كونسيدرد بيتر. طبعا الثيك هنشوف بعد شويه عنده علاقه متداخله معانا مع الفاكتورز ثانيه انه بتكون حاجه كويسه. فالشيء الرئيسي اللي نطلع به انه انا في الجنجيفال بايوتايب دائما لو لقيت البيشن بتاعي ثيك جنجيفال بايوتايب هو المطلوب. طيب الفاكتور الثاني المهم جدا جدا البيولوجيكال ويتس. البيولوجيكال ويتس هو الديستانس بين السوبراكتستال سوفت تيشو مع الاتاشمنت اوف بريدنتال تيشو اند ذا توث روت. يعني هنا في الصوره ده البيولوجيكال ويتس حنشوف هو قاعد من السوبراكتستال سوفت تيشو لحد وين؟ لحد التيشو مع التوث سيرفيس هنا مع الروت هنا في المنطقه دي. دي كلها بنقول على البيولوجيكال ويتس، ده في حاله الناتشورال تيز. هنشوف بعد شويه الفرق بينه وبين في الامبلانت. يعني انا عندي بيولوجيكال ويتس مع التوس وعندي بيولوجيكال ويتس مع الامبلانت هناك براو. طبعا المين ديفرنس انا في الامبلانت ما عندي مثلا بيرودنتال ليجمنت، ما الوضعي ما زي ما هو هنا في التوس في الناتشورال. تمام. طيب البيولوجيكال ويتس ده هو 2.04 زي ما كلنا عارفين، بيتكون من البسيلال اتاتشمنت وكونكتيف تيشو اتاتشمنت هو دائما الغالب. البيولوجيكال ويتس
يعني كونسبت مهم جدا جدا، بلاقيكم كتير يعني في البينيرز في الكراونز في اني بريبريشن في اني ديلينج مع الاريا بتاعت التوس والسوفت تيشوز، دايما بتلقوا بقول لك دو نوت فايوليت ذا بايولوجيكال ويتس، دايما بقول لك ما تعتدي على الحدود بتاعت البايولوجيكال ويتس. هنشوف برضو بعد شويه احنا الفوائد بتاعته شنو، لكن جنرال سبيكينج هو الفائده بتاعته الرئيسيه بيعمل على استابيليتي بتاعت التوس واستابيليتي بتاعت الامبلانت، بيعمل از بارير من الاورال مايكرو اورجانيزم والاورال بكتيريا، وقايه وحمايه للسن وللامبلانت، مش بس من ناحيه ايثيتيك لا كمان من ناحيه بتاعت بريفنشن من انه يحصل فيها انفلاميشن، يحصل فيها يعني اي عدوان من البكتيريا في الاورال كافيتي عليها، وبالتالي هيحافظ على السن او على الزرعه من التدهور اللاحق بسبب التهاب اللثه حوله. حول الامبلانت، الامبلانت بايولوجيكال ويتس هو بيعنوا بيه شنو؟ بيعنوا بيه الارتفاع الهايت بين الديبست بوينت او ذا جنجيبال سلتس اند ذا الفيولار بون كريست. يعني لو جينا هنا دي الديبست بوينت للجنجيبال سلتس، وهنا الالفيولار بون كريست للجنجيبال سلتس، هنا ده البايولوجيكال ويتس بتاعي زي ما شايفين اراوند الامبلانت. نفس الفكره، الوجود بتاعه بيحمينا تماما من انه يحصل لي بكتيريا الانفيجن على المنطقه، انه يحصل لي بري امبلانت ميكوسايتس او بري امبلانتايتس لاحقا. فكل ما كانت هي ثيك كل ما كان بالنسبه لنا سجود. هنشوف بعد شويه انه ان احنا في علاقه ما بين البيولوجيكال ويتس وما بين الجنجيبال بايوتايب اللي قبل شويه تكلمنا عنه. طيب البيولوجيكال ويتس بروفايد ايزوليشن فروم ذا اورال انفايرمنت اند بروتكشن فور بري امبلانت bone tissue in order to maintain stability of the implant. دي النقطة اللي تحدثنا عنها انه هو بيعمل حماية للسين او للزرعة بتاعتنا، وانه هو في المتوسط 2.04 كما ذكرنا قبل قليل، مقسمة ل connective tissue 1.07 والابيسيليال اتاشمنت هو 0.97. طيب الريليشنشيب او العلاقة شنو بين الجنجيوال بايوتايب والبيولوجيكال ويتس؟ طيب قال لك كل ما كانت الجنجيبال بايوتايب ثيك كل ما كانت معانا كويسه هتديني انف بريدنتال او بتديني انف بايولوجيكال ويتس، بالتالي بتديني جين اثيتيك اوتكم. نقولها ثاني، الجنجيبال بايوتايب اللي احنا قلنا فيه نوعين، يا ثيك يا ثين، يا حيكون عريض تخين يا حيكون نحيف او ضعيف. فكل ما كان عريض كل ما كان يعني العلاقه طرديه التناسب طردي مع البايولوجيكال ويتس، وبالتالي حاضمن يعني لونج تيرم استابيليتي للامبلانت، وحاضمن الهاي بوسيبيليتي احتماليه العاليه بتاعت اني اطلع بنتائج جماليه افضل. العامل الثالث اللي حنجي نتكلم عنه هو السيكنس اوف الليبيال بون وول. طيب ليه الليبيال بون وول هو المهم؟ ما قلنا مثلا البلتل؟ طيب لانه انا الناحيه الجماليه بتاعتي كلها بتكون قاعده وين؟ بتكون قاعده ليبيال او لينجوال، يعني بتكون قاعده على الحته اللي بتظهر في الابتسامه. فدايما بيقول لك البوزيشن بتاع الامبلانت، انت تمشي بلتلي في الابر او تمشي لينجوالي ليتل بيت لينجوالي في اللور، وتحاول بقدر الامكان تخلي لي الدايمتر بتاع البون الليبيال بون اتليست يكون 2 مليمتر. طبعا دي حاجه برضو يعني من الاشياء يعني ربنا يسامحنا عليها، زمان كان في السيرجري لما نعمل اكستراكشن بيقول لك سكويز ذا سوكيت سكويز ذا سوكيت، فكنا بنمسك وبنعصر السوكيت، ومرات يعني بقوه اضافيه لما نسمع طق طق اللي هي دي الطقطقه بتاعت الليبيال او البكل بليت اوف بون بتكون اتكسرت معانا في يدنا، وبنخلي الانسجه تكون فيري يعني كلوز تو ايتش اذر، ونفتكر انه احنا كده وي ار دوينج ويل، والبيشن يجينا بعد فتره حاصل هيلينج، لكن بيكون حاصل شنو؟ بيكون حاصل يعني دروب في الويتس بتاع الالفيولر بون بتاعه، لانه احنا فقدناه البكل بليت اوف بون او الليبيال بون بدري جدا جدا. فدي كلها طبعا من الممارسات الخاطئه. اتوقع حاليا يعني الاجيال اللي بعدنا بقت الناس حتى في السيرجري فيري اوير اباوت، وانه لازم يكون الاكستراكشن جنتل تماما، ما نعمل سكويزنج للسوكيت، ما نحطم الالفيولر بون اللي نحن احتاج له في الفيوتشر، سواء كان لزراعه سواء كان حتى لبارشل دنشر او وات ايفر، الافضل دائما انه هو يكون موجود. فالثيكنس بتاع الليبيال بون لازم يكون اتليست 2 مليمتر. لما يكون اتليست 2 مليمتر بيديني جريتر يعني تشانس انه اطلع باثيتيك اوتكم والديني ستابيليتي اكثر في الامبلانت. هنا في الصوره الثانيه بتلاحظوا انه الجاب الموجود هنا في الصوره الثانيه خاتين فيه دي بون سبستيتيوت اللي هو عاملين زراعه للعظم هنا،
لكن حاليا بيقول لك حتى you don't need to do so. يعني كونه عندك استابيليتي هناك في الامبلانت في الابيكس بار بتاعه ده موجود في استابيليتي يعني الدي اس 4 تو 5 ثريتس كوايت انف. خلي الحته دي بالبلود كلوت التجلط بتاع الدم الطبيعي هو حيعمل لك ريجينريشن للبون ايفن افضل من انك انت تاخد بون جرافت، لانه لما تاخد بون جرافت احيانا هو ويل ديلي الهيلينج بتاع البون. احيانا الناس بيقول لك والله يا اخي البلود كلوت لو هي موجوده اوكي، لو لا ممكن مرات ناخد حتى ممبرين عشان بس امنع الابيسيليال تيشو من انه انفيد المنطقه قبل ما يبدا يحصل الهيلينج بتاع البون والبون يحصل له ثاني ريجينريشن. فعندك الخيارين يعني ستيل الاثنين وركينج، ممكن تملى الجاب الموجود او تخليه كده للبلود كلوت زي ما تحب. لكن الحاجه الرئيسيه انه نحن عندنا السيكنس ده لازم يكون اتليست 2 ملم. عشان شنو 2 ملم؟ عشان يديني الشكل، شايفين الكونتور بتاع الجنجيفا القبيل اتكلمنا عنه في البنك استاتيك سكور، قلنا انا بعاين للميزيو الميزيا الجنجيفا البابيلا والديستال جنجيفا البابيلا والكونتور والهايت والكلر والتكشر بتاع، تمام؟ فعشان القاها لازم اتليست تكون 2 ملم. نفس الحاجه اللي اتكلمنا عنها، الارتفاع 2 ملم مهم عشان يديني الكونتورينج بتاع الجنجيفا. الصورة دي هنا أنا دائما بحب يعني أعرضها، هي دي للسوكت شيل تكنيك. شوف هنا الفرقة 4 ملم، يعني من الإتش بتاع الإمبلانت لحد هنا البداية بتاعتي بتاعت السوفت تيشوز دي about 4 ملم. 4 ملم الإمبلانت مخطوطة يعني بلتلي لدرجة إنه يا دوب ده الميد لاين، يعني لو لاحظوا ده منتصف النيبرينج توس جاي مع تقريبا البدايه بتاعه الانتيريور بارت بتاع الامبلانت والباقي كله للخلف. هنا انا حكون ضامن 100% الاثيتيك ريزلت والجنجيفال بايوتايب سبورتد بالتوس ذاته بدل سبورتد بالبون، والريزلتس حتكون اجمل كثير. طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا انه احنا حاليا بنميل لانه ما يكون في تو ستيك سيرجري، يعني في الاثيتيك زون من الحاجات المهمه جدا جدا الفاكتورز اللي قد يتكلم عنها زميلي دكتور عطيه بعد قليل، انه انا بعمل حسابي في شنو؟ في الانسيجن، في الفلاب، في البوزيشن بتاع الامبلانت، بعمل حسابي بعدين حتى في السوتشرينج. لازم يكون في عوامل معينه ان احنا بنتبعها فوقها، اهمها انه انت الفلاب بقدر الامكان ما بتحتاج تفتح فلاب فيري وايد، الانفلوب فلاب اف ات وركس وذ يو حتكون ممتازه جدا جدا، ما بتحتاج تعمل فيها ريليزنج انسيجن بالجهتين، حتفتح فتحه فيري كونزرفاتيف عشان بس انت تكون شايف الاريا بتاعتك الشغال فيها، وحنشوف حالات على الكلام ده ان شاء الله. طيب كده انتهينا من الثلاثة فاكتورز الأولى، جينا للفاكتور الرابع اللي هو الديستنس. لما نتكلم عن المسافات بنتكلم عن المسافة يا بين زرعة وزرعة يا بين زرعة والسن المجاور لها. طيب الديستنس المطلوبة هي بالأرقام at least يفترض تكون بين الزرعة والزرعة في 3 مليمتر، وبين الزرعة والسن يكون على الأقل في 1.5 مليمتر. ليه المسافات دي؟ هل معنى كده دكتوري انه انا اذا خليت المسافه اقل من 1.5 او اقل من 3 ملم بين الامبلانت والامبلانت هيحصل مشكله؟ الامبلانت والنوت اوسيو انتجريت، ما هيحصل تداخل عظمي؟ لا، هو بيحصل تداخل عظمي، بس كل الفكره انه انت ما حتكون اديت فرصه للانتردنتال بابيلا عشان هي تريجنريت، ما حتكون اديت فرصه كافيه للكراونز انها تقعد بصوره سليمه. بالتالي لما ما يكون عندك انتردنتال بابيلا هيبقى عندك بعدين يعني فيج ريزلتس او فيج سمايل، نوت ناتشورال، نوت اثيتيك اني مور. فدي الفكره، انت عشان كده مهم جدا جدا تحافظ على المسافات. حنمشي للحاجه الخامسه، عندنا الديستنس بتوين الكراون كونتاكت بوينت والالفولار بون. شنو يعني الديستنس بتوين الكراون كونتاكت بوينت؟ انا اي كراون في نقطه تخيليه بتاع التلاقي ما بين الكراونين الجنب بعض، سواء كراون مع توس او كراون مع كراون، كراون بتاع امبلانت او كراون عادي، المهم في كونتاكت بوينت بتكون بين الكراونين مع بعض. النقطه بتاعت التلاقي بتاعتهم الارتفاع ما بينه وما بين البدايه بتاعت الكريست بتاع البون الالفولر كريست بون هنا، دي الديستنس دي اللي احنا هنتكلم عنها. الديستنس دي مهمه في شنو؟ والله وجدوا بالدراسات انه في مسافات معينه من الاول اذا كانت الديستنس بتاعتك مثلا كذا ملي معناتها انت والريجنريت البابيلا 100%. اذا لقيت ما بين كذا الى كذا ملي معناتها انت والريجنريت بنسبه اقل. لقيت كده معناه ويل نيفر ريجنريت. طيب المسافات دي هي شنو؟ المسافات دي بنتكلم عن 4 ملم. اذا كانت الديستنس دي
الديستنس من الكونتاكت بوينت لحد الكرس بتاع البون هي 4 مليمتر. هنا احنا 100% هو ريجنريت البابيلا، هيكون عندي انتردنت البابيلا ظريفه وجميله وتديني النتيجه المطلوبه. اذا كانت 4 على 5 هنا النسبه بتقل تقريبا الى 88%، دي حيكون عندي فيها بعدين الشانس بتاعت انه تجيني انتردنت البابيلا. اكثر من 5 انت حتخش في حتات يعني very rare انه يحصل ريجنريشن، اكثر من 7 will never regenerate الانتردنتال بابيلا. طيب هنا جا ذكر الكلام ده بالنص انه والله يا اخي 4 مليمتر انت ريكفري 100% greater than 4 مليمتر but less or equal to 5 هنا 88% زي ما ذكرنا. لو كانت 5 مليمتر recovery is less than 50 اكثر كمان من 7 دي will never regenerate. تمام، فلازم نكون احنا برضو فاهمين الكونتاكت بوينت دي اهميتها بالنسبه لنا شنو. طيب العلاقه شنو بين الديستانس بتاعت الامبلانت والسي بي بي اللي احنا قلناه؟ شايفين في الصوره هنا المسافات ما بين الامبلانتس دي؟ طيب المسافه دي هي مفترض تكون قلنا 3 مليمتر. لو ما خليناها 3 مليمتر هيحصل شنو؟ هيحصل والله انه الامبلانت هنكون فيري كلوز تو ايتش اذرز، وبالتالي احنا زي ما قلنا will fail to regenerate the interdental babilla وحتديني vague smile او vague result. تعالوا نشوف النتيجه. دي النتيجه بتاعتنا. difficult to fill the gap between the dental implants and therefore difficult to guarantee an aesthetic outcome. صعب جدا. هسه انت من المنظر بتوع الامبلانتس دي مع بعض شوف الكراونز حتكون عامله كيف، شوف النتيجه بتاعتها حتكون عامله كيف. اتمنى تكون وضحت الصوره بتاعتها او الشكل بتاعها، انه واضح انه هنا حاجه صناعيه تماما ما فيها يعني اي ناحيه جماليه. طيب ان احنا كده دي الخمسه فاكتورز. الصوره دي دائما بيقول لك الهيفيست بيردنس، الحمل الاثقل اللي احنا بنحمله هي الحمل بتاع الافكار اللي بتكون في راسنا. انا ما داير الناس من المحاضره يفتكروا انه الموضوع ده هو complicated او انه هو صعب وتفكر فيه اكثر من اللزوم. It's very simple. وحنشوف بعد شويه انه الخطوات دي ممكن تطبقها ببساطه شديده جدا جدا كلينيكالي، وبس تبدا في الممارسه بتاعتها ان شاء الله حتكون ماشي متطور ومتقدم كله ما عليك. طيب الفاكتورز السادس المهم جدا هو الكراتونايز ميوكوزا ويتس، الكي ام دبليو كراتونايز ميوكوزا ويتس. الكيراتونايز جينجيفا اراوز الناتشورال توس ان امبلانت بلاي سيفرال امبورتانت رولز انكلودينج. الكيراتونايز جينجيفا دي اللي احنا بنقول عاوزين الثيكنس بتاعها مثلا اتليست تكون 2 مليمتر او مور ذان 2 مليمتر، دي وظيفتها شنو؟ هنشوف هسه عندها وظائف. اول حاجه هي الويزستاند الميكانيكال فريكشن اند افولشن، هي اللي بتتحمل الاحتكاك سواء مع الفرشه او مع الطعام او مع اخلافه، هي دائما اللي بتكون تعمل حمايه من الشد والجذب الممكن يحصل من الفرينم او الهايلي اتاش فرينم، هي دائما بتعمل ثبات للجنجيفال مارجن بتخليه انه ما يزح، فكل ما كانت الثيكنس بتاعنا ممتاز كل ما الفاكتورز دي كلها بتكون متوفره. هي اللي بتمنع البلاك ريتينشن، يعني لما يكون عندي يعني الكراتونايز ميكوزا انف كراتونايز ميكوزا هتمنع البلاك ريتينشن واكيوميليشن في المنطقه. هي بتعمل بافرنج للبيولوجيكال فورسز فروم ذا ميوكوس ميمبرين اوف ماسلز فايبرز، فبرضه الوظيفه بتاعتها وظيفه وقائيه او دفاعية تماما عن الامبلانت او عن التوس، بالتالي بيساعد في انه يكون عنده الديورابيليتي بتاعته اعلى. اللانجز ستدي اوف ذا ريليشن شيب بتوين جينجيفال اند بيرودنتال هيلث بروبوز ذات ان اوردر تو مينتين هيلث جينجيفا وان ماست هاف 2 مليمتر وايد كراتينايز جينجيفا. دي الحاجه اللي قلناها قبل شويه انه انا على الاقل عايز الثيكنس يكون 2 مليمتر. طيب دكتور كيف انا اقيسها بالضبط؟ بنقيسها بالجهاز الكاليبر الموجود على يمينكم، هو ده نفس الجهاز مثلا الموجود عندنا في العياده بنستعمله كثير. بتشوف السيكنس بتاعك وهنا بيقرا لك بالمليمتر في المنطقه الحته العامله زي المنقل الهندسيه الزمان، بيقرا لنا بالضبط انه هي دي الويتس بتاعها كم مليمتر. تمام، برضو في البون احيانا لما نحتاج انه احنا نقيس البون زي ما ذكرنا قبل لك الليبيال بليت اوف بون بنقيسها بالكاليبر ديا وبنعرف انه هو 2 مليمتر less than 2 مليمتر اور مور. لما يكون greater than 2 مليمتر هنا يعني يكون انت ما عندك مشكله لا في بلاك اكيوميليشن لا انفلاميشن لا في اي حاجه ثانيه، حيكون عندك كل الفاكتورز اللي ذكرناها قبل شويه من وظائف الكراتونايز جينجيفا
محققه، بالتالي حتكون الريزلت بتاعتك اجمل. ولقوا انه لما يكون الويتس ده اقل من 2 مليمتر هنا بكون الاحتماليه بتاعه تحصل جنجيفال ريسيشن سواء حول السن الطبيعي او حول الزراعه هي اكبر، يعني انحسار اللثه هيظهر بصوره اكبر، وحنشوف هسه في الصوره الجايه بعد شويه. شايفين هنا في الصوره، هنا عندي الكيراتينايز جنجيفا كانت اقل من 2 مليمتر السكنس، لما يتخطط الامبلانت كان شكلها تماما زي الناتشورال. شوفوا الريسيشن حجمه اللي حصل غير الريزلتس تماما، يعني خلاها من انها سكسسفول امبلانت بقت بالنسبه للبيشن فيل نوت اكسبتد بالنسبه للمريض، هي ما جميله ما من ناحيه جماليه، رغم انه الاوسيو انتجريشن التداخل العظمي بتاعه ممكن يكون ممتاز تماما. طيب عندنا الفاكتور السابع المهم قبل الاخير اللي هو الكونديشن بتاعت الادجيسنتيز. الادجيسنتيز مهم جدا جدا انه انت ما تمشي طوال تخط الزرعه في محل في بون وتتغاضى عن مثلا البور ري ار سي تي، الار سي تي المعمول على السن النيبرينج، وتكسل من انك تعمله او ترفره للاندودونتست او للبروفيشنال في المجال بتاع الاندو عشان هو يعمل ريتريتمنت. فزي ما شايفين هنا في الصوره اللي قدامنا في فيلير واضح في الار سي تي، في بريبيكال ريدولوسنسي واضحه جدا جدا، دي حتكون سبب بتاع فيلير للامبلانت دي في المستقبل لو ما انت لحقت ورفرت الحاله او اشتغلتها في الاول قبل ما تخط الزرعه بتاعتك. فلازم دائما ننظر للحاله بتاعت الادجيسنتيز ونخلص من اي ديزيز قاعد فوق. ممكن تكون حتى بيريدونتايتس، ما شرط انها تكون من الار سي تي، او ممكن تكون اي بون ديزيز او ايفن سيست اور وات ايفر من الحاجات اللي ممكن تجي عندنا سيركلي كتير. ودائما الالتهاب في الانسجه او في المكان اللي حول السن سواء في الهارت تيشو او السوفت تيشو اذا سيريس كونديشن انك انت تو ريموف فيرس. عموما احنا في البيريو سيرجري عموما بنميل لانه نعمل مثلا فيز 1 سيرابي، نعمل السكيلينج، نعمل الفيلينجز، نعمل فول ماوس ريهابيتيشن قبل ما نجي نحط الامبلانت في المكان عشان نضمن الفاكتورز بتاعت السكسس تكون عاليه. ده في اي امبلانت ما شرط في الاثيتيك زون، بس في المنطقه الاماميه بيكون الكونسيرن كمان اعلى. الحاجه الفاكتور الثامن والاخير ان شاء الله هو الفاكتور بتاع السوتشر. نحن عارفين انه نحن السوتشر بتاعنا هو يفترض عنده خصائص معينه، السوتشرز ده يمكن محاضره كامله عن السوتشرنج والسوتشرنج تكنيكس، لكن لازم يكون الرول بتاع السيرجيكال سوتشر انه هو يحافظ على التنشن اراوند الووند من غير ما يحصل لك سكار فورميشن بالذات في المنطقه الاماميه. عشان كده دائما وابدا بنفضل ان احنا اتليست نستعمل 5-0، يعني السوتشر يكون 5-0 دائما بيكون مناسب جدا جدا. الليس لو انت عندك فيري ثيك جنجيفال بايوتايب اوكي الاو استعمل 4-0 او استعمل حتى 3-0، لكن المفضل عندنا في الاثيتيك اريا هو ال 5-0 دائما. طبعا ايديلي السوتشرز should have a certain tensile strength and stable absorption rate while at the same time provoking only a mild histological reaction and demonstrating predictable in vitro performance. دي الحاجات اللي احنا بنتوقعها من خصائص السوتشر عشان هي تحافظ لنا على المكان بتاعنا بصوره سليمه. طيب في هوم ميسجز 3 أو 4 عاوزينكم تاخذوهم، اللي هو السكسس اوف ان امبلانت ريستوريشن ديبينس اون البروبر امبلانت بليسمنت اند ذا هارد اند سوفت تيشو اركتكتشر. يعني دائما انا بقول انه والله يا اخي زراعه الاسنان يفضل انها تكون تيم ورك، يعني يكون فيها بروستودونتست موجود، يكون فيها سيرجون، يكون فيها بريودونتست. ولكن ان تعذر ذلك، يعني في معظم الدول العربيه ما عندنا الكونسيبت بتاع التيم ورك للاسف، لكن لازم يكون البريودونتست عنده المايند سيت بتاع البروستودونتست. ليه؟ لانه لازم يكون عندك الكونسيبت بتاع كراون داون تكنيك، يعني لازم تفكر في الزراعه انه المستقبل بتاعه شنو، الشكل النهائي للمريض حيكون عامل كيف. فلما تفكر في الكراون اول حيكون وين، انت حتقدر تتخيل الامبلانت بتاعتك يفترض تكون وين. لكن لما تفكر في انك بس تمشي مع البون حيث ما وجد العظم الممتاز انت تخط الزرعه بغض النظر عن انه الكراون النهائي التلبيسه النهائيه حتكون وين، حتنتهي بمفاجآت غير سعيده بالمره، لا لك لا للمريض. تمام؟ فلازم الكراون داون تكنيك شبيه بالحاجه زمان في الاندو كنا بناخدها كراون داون تكنيك وستيب باك تكنيك والكلام الزمان ديه. في كراون داون تكنيك كونسبت في الاثيتيك اريا، انك فكر في الكراون، فكر في الجنجيفا، فكر في الكونديشن بتاعت البريدنتال ليجامنتس والبريدنتال تيشوز الموجوده عموما في المنطقه اذا كانت الامبلانت. طبعا الامبلانت ما في بريدنتال ليجامنت، لكن لازم تاخذ كونسيدريشن للحاجات دي كلها مع بعض، ما تعمل اكسترا فورس على التيشوز ديورينج السوتشرينج او ديورينج حتى الفلاب ريفليكشن. ف
فمهم جدا جدا للسكسس بتاع الامبلانت انك مش بس هتحط الامبلانت وين، لا كمان الكونديشن بتاعت السوفت والهارد تيشو القاعده حوالينا. الحاجه الثانيه الجنجيفا البابيلا ما رفاهيه، الجنجيفا البابيلا ومفهوم الجنجيفا البابيلا وكيف تحافظ عليها وكيف تعمل فاكتورز تو ليد يو تو سكسس في انك تريجنريت البابيلا، دي بقت حاجات مهمه واساسيه لاي طبيب اسنان، ما خاصه فقط بالاخصائيين، ما خاصه بالبريودونتست، هي سيمبل سكيلز ممكن كلنا نتعلمها يعني يمكن within 3 to 4 days في workshop، بعد ذاك بالبراكتس بتاعتك انت حتنمي الموهبه بتاعتك. فالجنجيفا البابيلا exists or not والشيب بتاعها important factors that effect in the aesthetic، وعندها effect كمان حتى في الفانكشن، لانه الاستابيليتي بتاعت الامبلانت بتعتمد على انه انا يكون عندي health soft tissues زي ما حنشوف في الهوم ماسكس الثالثه. In order to obtain long-term stable aesthetic restoration, ensure the health of soft tissue and coordinate with the surrounding tissues والtransplantation of tissues. الكرولوجي اليوم يعني الوسائل بتاعت انه انا كيف اعمل تعويض او اعمل transplantation للsoft tissues technology بقت كثيره جدا جدا. يعني يمكن انا بحب جدا يعني احضر واقرا لبروف جوفاني زوكيلي، هو عنده كلام جميل جدا، يعني بيقول لك دائما go for soft tissue replacement او management before the hard tissue. يعني الكونسيبت بتاعنا الزمان كان اي حاله بنلجا للبون جرافت بون جرافت بون جرافت، هو بيتكلم عن انه والله لا، لو انت الجنجيفال thickness كان عندك retinized gingiva enough مثلا 4 to 5 ملم thickness، انت هنا ما بتحتاج تمشي تعمل بون جرافت، it will be very enough لان هي اللي هتعمل لك البروتكشن اللي قبل شويه اتكلمنا عنها. بيتكلم عن انه في حالات كثيره جدا جدا بيكتفي فقط بسوفت تشو جرافتنج للمنطقه. طبعا احنا وي نو انه سوفت تشو لازم بي سبورتد باي بون، لكن لو كانت هي ثيك من الاول انت قد ما تحتاج حتى انك تخش في بون، وعنده كلام كثير في الحته دي صراحه جميل جدا جدا. من الريسنت تكنولوجيز المستخدمه نحن زمان طبعا بنشيل الجرافت من وين، بنعمل بري جنجيفال جرافت او كونكتيف تشو جرافت نشيل من البلد او عموما سكند سايد سيرجري، حاليا لا بقى ثانكس تو الميكودير، بقى عندنا الميكودير ممكن نستعمله، عندنا يعني وسائل كثيره جدا جدا للهاندلنج بتاع السوفت تشو ريبليسمنت. حاليا ده ما دايرين نخش في الحاجات الكومبليكيتد، خلينا تو بلاي سيمبل، نكون في 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 الموضع الستريت فورورد، كيف انت تقدر تشخص الحاله اللي قدامك وتقدر تحدد من الاول هل الحاله دي انت هتقدر تتعامل معاها، هل انت قريتها صح، هل وفرت فيها كل العوامل بتاعت النجاح للاثيتيك ابييرنس ولا لا. طيب الهوم مسج الرابعه الريكونستراكشن بتاع السوفت تيشو اللي اتكلمنا عنه، يعني انت عشان تعمل الامبلانت بتاعتك تكون ناجحه اتكلمنا عن الفاكتورز دي. طيب الفاكتورز اذا ما موجوده وقمت عملت عليها ريكونستراكشن او عملت اي سوفت تيشو مانجمنت، السوفت تيشو مانجمنت ده انت هتعمله، هل الحاجه دي هتعملها تشف للاستاتيك ولا عندها علاقه بالاستابيليتي واللونج تيرم ديورابيليتي؟ طيب هي قال لك الحاجه اللي انت هتعملها الريكونستراكشن بتاع السوفت تيشوز ده هيساعدك حتى في اللونج تيرم استابيليتي بتاعه الامبلانت. الريتين كان بروفايد ا كلوز ا ميكانيكال ديفنس تو بريفنت باكتيريال انفيجن اند امبروف لونج تيرم سكسس ريت، يعني دي حاجه هتساعد حتى في اللونج تيرم سكسس بتاعك. فالاربع حاجات الهوماسيكس دي يا ريت الناس تكون اخذتها، هنشوف ان احنا بعدين الاسئله بتاعتكم كلها ان شاء الله ونكون مستعدين للاجابه عليها. دائما زي ما بقول برضو صديقي نبراس، يعني ما ليوناردو دافينشي براه ونحن عندنا دافينشي بتاعنا بتاع الاسنان. سمبليسيتي اولويز وين، سمبليسيتي از ذا التيميت سوفيستيكيشن، ليس از مور. هذه مسروقه دكتور مصعب. لا دافينشي سرقه منك على ما يبدو. هو هذا امتى مخرجها الجمله هذه؟ يعني ما بعيد، يعني من 1452 ل 1519، فشوف مين القبل الثاني بيكون قري افكار. يلا مش مشكله متاح، معليش سامحناكم معليش. ماشي. طيب السمري الايت فاكتورز اللي تكلمنا عنها، الجنجيفال بايوتايب قلنا الثيك جنجيفال بايوتايب هي الافضل، البيولوجيكال ويتس اتكلمنا عن الاهميه بتاعته وانه كل ما كان عندي جنجيفال بايوتايب ثيك كل ما كانت البيولوجيكال ويتس الشانس بتاعتها انها تكون موجوده بصوره سليمه افضل، وبالتالي تعمل لي الوقايه والحمايه وتساعد في الثبات بتاع السن او الزرعه بتاعتي.
اتكلمنا عن السيكنس بتاع الليبيا البون وول، واتكلمنا عن انه اتليست اخليه 2 ملي. اتكلمنا عن الديستانس وقلنا انه الديستانس بين الامبلانت والامبلانت اتليست تكون 3 ملي، ما بين الزرعه والزرعه 3 ملي، وما بين الزرعه والسن تكون 1.5 اتليست. اتكلمنا عن الديستانس بين الكراون كونتاكت بوينت والالفيولار بون، قلنا انه والله لو كان 4 مليمتر معناها حيحصل لي ريجريشن للبابيلا 100%، لو كان 4 ل 5 ملي معناها حيحصل لي ريجريشن 88%، لو كان اكثر من 5 حيحصل لي 50%، لو كان من 5 ل 7 اكثر من 7 حيحصل لي نو ريجريشن للبابيلا. اتكلمنا ثاني على الكراتونايز ميكوزر ويتس، قلنا برضو اتليست تكون 2 مليمتر، وكل ما زادت كل ما كانت في مصلحتنا وقد تغنينا حتى عن انه نعمل ان احنا هارت تيشو او بون جرافتنج. تكلمنا عن الكونديشن بتاعت الاديشن تيس، لازم تكون فري فروم انفلاميشن او اي حاجه ممكن تؤدي الى التهاب والى مشاكل في الزرعه بتاعتنا. واخيرا وليس اخرا اتكلمنا عن السوتشرينج والسوتشرينج تكنيك. ولما نتكلم عن السوتشرينج بنستصحبه من الانسيجن، بنستصحبه من الفلاب ريفليكشن بتاعنا والاوبريشن بتاعتنا انها كانت تمت كيف. دي الريفرنسز للناس اللي بتحب دائما انها ترجع للمور ريسورسز، ودائما انا بشجع انه اي حاجه تقدم ساينتفك يكون فيها ريفرنسز واضحه للناس حتى تقدر انها ترجع لها وتتابع منها. طيب كده هل ار يو ريدي تو جو؟ هل تعتقدوا انتم كده يعني عندكم الاسلحه والمعرفه الكافيه انكم تنطلقوا؟ ان شاء الله نعم، بس عايز اقول انه انتم حاليا يعني في النوليدج الكافيه بقت عندكم، او على الاقل خلينا نقول هايلايتنج للموضوع الكبير الضخم ده، صعب جدا انه صراحه يتغطى في ساعه واحده، لكن هو بنحاول. فعلى الاقل كده عندكم المعرفه الاساسيه، الاسلحه الرئيسيه، ونحن اجواءنا اللي مادي اجواء حروب، اللي انتم بتخليكم تخشوا المعركه بتاعتكم عشان تطلعوا بنتيجه فيها الاثنين، فيها الوظيفه متوفره وفيها الناحيه الجماليه. عشان نقدر نقول successful implant لازم يكون عندي الفانكشن ريبليس وعندي الاثيتيك ريبليس. طيب النوليدج دي انت عشان تقدر تطور، يعني انت هسه كده النوليدج دي ما حتقدر تستفيد منها حاجه. شوف مع التجربه مع الاكسبيرينس كل ما زادت خبرتك حتبدا تشكل، يعني هسه عملنا وصل بين النقاط بشكل معين، ممكن واحد يجي يعمل هنا الريبوت، واحد يعمل هنا شكل آلي، واحد يعمل ترابيزه، واحد يعمل كذا شكل من الرسم الهندسي اللي قدامنا. لكن المبدع والزول الكرياتيف، واللي انا كلكم اتمنى انه تطلعوا بحاجه تخليكم كرياتيف، انه كيف انت تكون كرياتيف في الشغل بتاعك بحيث انك انت تصل للشكل النهائي ده من النوليدج او المعرفه اللي انت يو جين فروم ليكتشرز او فروم اني كونفرنسز انت بتمشيها. الجميل في مجالنا بتاع الاسنان انه مجال متجدد دوما، اي واحد فوقكم قادر على انه يضيف فوقه بتكنيكس جديده، او قادر انه حتى تو انفنت حاجات جديده. ويمكن عندي هنا محاضرة جميلة تكلمت عن طب الأسنان في الإسلام، كثير من الحاجات التكنيكس اللي نحن نفتكر إنها جديدة مارسوها جدودنا العرب، جدودنا المسلمين زمان بالمناسبة في طب الأسنان. أتمنى يوم تتاح الفرصة أعرض لكم المحاضرة دي، لكن يعني كانت محاضرة حتى وأنا بقدم أو بعد لها كنت منبهر بأنه الحاجات دي تكنيكس واستخدمت سابقا. فإذا إن إحنا جوانا البذرة بتاعت المقدرة على الاختراع، جوانا البذرة بتاعت المقدرة على إنه نكون كرياتيف، فإن شاء الله تكون دي بداية لأنه تنطلقوا من المنطلق ده، مش بس في الزراعة، في كل المجالات بتاعتنا بتاعت الأسنان. نوليك زائد إكسبيريانس زائد كرياتيبيتي بتدينا الرزلسة الدائرية. طيب نشوف لينا حالتين، أنا حاولت أختصر الكلينيكال كيس صراحة، إنه ناخد كيس بتاع السنجل توس ريبليسمنت في الأبر جو، وناخد كيس بتاع مالتيبل توس ريبليسمنت في اللور أنتيريور، ونشوف كيف إن إحنا قدرنا نطبق عليهم الحاجات دي، وكيف كان هل فيها شيء جديد إضافة كرياتيف ولا لا. طيب دي الحالة الأولى، عندنا الحالة دي محولة من اختصاص التقويم، عملوا التقويم وبقى عندي الجاب في الأبر رايت لاترال، دي الحتة اللي أنا مفروض أخذ فيها الإمبلانت. طيب من الوهلة الأولى إن إحنا واضح إنه عندي very narrow space، لازم أكون very precise دقيقين جدا جدا في وضع الإمبلانت، عشان أنا عايز at least 1.5 مليمتر من السنترال و 1.5 مليمتر من الكناين. عملنا السي بي سي تي لانه اولويز الاو بي جي الوحده ما انف، يعني مهما تقول انت وصلت خبره في الزراعه او كده، دائما ما تستهين بالزراعه وتشتغل ببريابيكال او باو بي جي فقط، افضل تعمل دائما سي بي سي تي للمنطقه اللي انت شغال فيها. هنشوف هنا ان احنا عرفنا الويتس بتاعنا تماما بتاع البون،
في الكريستال بار دائما بيكون نارو، وكل ما تمشي بيكون اعرض، وبعد ذاك بيرجع ثاني مرات يكون نارو. فلازم تعرف الديفكت برضه، هل في ديفكت ليبيا اللي في اي مفاجآت غير سعيده حتقابلك ولا لا. الفائده شنو بتاعت الصوره السي بي سي تي اللي بتخليني انا اشوف 3 دي دايمنشنز؟ الفائده بتاعتها انه بتخليني ويز كونفيدنت ممكن اشتغل فلابلس بدون ما اعمل اصلا انسجن، ومن غير ما ارفع الفلاب بتاعي، او اني ارفع فيري كونزرفاتيف فلاب، اني انا افتح الفلاب بتاعي بحيث انه بس اكون شايف المنطقه، واعمل ممكن بالبيشن حتى بالبريسل الليبيتر ذاته للليبيال بون كمزيد من الاطمئنان انه البون هنا سليم، ما عندي اي مفاجآت غير ساره. عملنا ستدي كاست عشان ندرس السبيس بتاعنا، هنا الفتحه زي ما شايفين يعني فيري كونزرفاتيف، انا داير احط الامبلانت بتاعتي هنا، ما محتاج اعمل ريليزنج سيشن، ما محتاج اني امشي كثير بالفلاب بتاعي. دي هنا ديورينج الدريلينج خدتينا الامبلانت، ايميديتلي بعد الامبلانت خدتناه بالشكل ده. طبعا حاليا يعني بقينا لا، الحاله دي يمكن قديمه، يمكن 5 سنين اتليست، 5 سنين او 6 سنين ما بنخد الامبلانت في الاثيتيك زون الا نعمل تمبورايزيشن. لقوا انه التمبورايزيشن انك تعمل تمبورال كراون بيديك الاثيتيك ريزلت بصوره افضل عشرات المرات من انك انت تعمل بس والله هيلينج ابارتمنت وتمشي وتجي، او انك انت تعمل تو ستيك سيرجري. تو ستيك سيرجري انه تخد الامبلانت وتجي راجع ثاني مثلا بعد شهرين او 3 شهور حسب البون تايب والكواليتي والبرايمري ستابيليتي بتاعتك، وتخد الهيلينج ابارتمنت او الجنجيفال فورمر لمده بتاع 7 ل10 يوم حتى تاخذ الامبريشن حتى تيجي تعمل الكراون. فحاليا بقى لا، انت طوال تخد معها التمبرورايزيشن بتاعك اذا كان الحاله سوتابل للكلام ده، ما كان في بون كرافتنج، ما في ممبريس، ما في كومبليكيشن حاصله ديورينج الاوبريشن، تعمل تمبرورايزيشن هو الحاجه الافضل. ده الميت اللي بعد الاوبريشن. طيب ده هنا الشكل اللي انت لما تيجي تشوفه بعدين تفرح انه عندك المنطقه دي اللي هو الريجنريت الانتردنتال بابيلا، دي هي اللي حتديني الانتردنتال بابيلا. شايفين الكيرفيتشر بتاعت التيشوز هنا بالشكل ده، الكلر بتاعه التكشر كله في السليم. ده الشكل بتاع الكيس بعد الفاينل ديليفري، ده الاوبوزيت سايد، ده سايد بتاع الاوبريشن هنا، ده اللاترال هنا من صوره قريبه. انتردنتال بابيلا حصل لها ريجنريشن، ذا سيم كلر سيم تكشر. فكده احنا في السليم، البيشن مبسوط واحنا ساتسفايد بالحاله. طيب الحاله الثانيه كانت مالتيبل انتيرير تيس ريبليسمنت ان ذا لوور جو ويز، يعني حاجه اضافيه عملتها انا من عندي، كان يعني صراحه ما كان عندي لا ريفرنس معين، لكن حبيت انه اجرب. المريض هو تعرض لحادث بتاع سياره كان، ففقد الانتيرير، وطوال اللاترالز برضه حصل بولوس وبقوا شويه ضعيفين، وعندنا الابر زي ما شايفين من اثر التروما برضه الالاينمنت بتاعه ما مظبوط، والكلر بتاعه بادي يتغير. ف ده لانه اصلا كده كده احنا هنعمل بون جرافتنج وهنعمل حاجات كثيره، فاخترنا انه نحن نشيله ونخد الامبلانت ونعالج الديفكت بتاع البون طوالي ببون جرافتنج ومبرينز في الجهتين. حصل الهيلينج بتاعنا على المنطقه، شوفوا الثيكنس بتاع الجنجبة. الحاجه الاضافه انه فكرنا انه نحن نعمل شنو تمبرورايزيشن، يعني البيشن يانج في الايج بتاعه يمكن 26 او 25 سنه، فاكيد ما حنخليه ماشي الفتره دي يكون من غير اسنان. المنطقه كبيره على انه نعمل ماريلاند بريدج مثلا، وفي نفس الوقت عشان نعمل بارشيال في الايج بتاعه دي ما بضمن الاستعمال يكون كيف، ممكن يعمل لي اي بريجر على السوفت تيشوز، مهما انا اعمل ريليف ممكن يحصل فيها اي تشينج وبالتالي تعمل لي فيلير او تعمل لي مشكله، وما دار الجا للكلاس بات برضو عشان اثبت عليها التنشر بتاعي. ففكرنا ليه ما نعمل الهوليود سمايل على الحته ونجي نركب للمريض بالشكل ده، اكون انا ضربت عصفورين بحجر، حاجه فيري لايت في الويت بتاعه، تديه الاثيتيك ابييرنس اللي هو دايره، ايزي تو ريموف، ايزي تو كنترول الهيجين في الحاله بتاعته دي، وهو كان ساتسفايد خالص خالص بيها. طبعا هنا الابر سنترز حولناهم، يتعمل ار سي تي ويتعمل فيهم كراونز، ما حبي جدا بالرزات تحت الكراونز، لكن اكسبتد. المريض بقى انه شايف الاسنان تحت لونها ابيض اكثر من اللزوم، والفوق ده اللون الناتشورال بتاعه. حاجه مهمه جدا جدا، دائما الاثيتيك ما معناته الوايت كلر، الاثيتيك مينز انك تخلي الحاجه هوموجينس، تخلي في تجانس ما بين الالوان، تجانس مع لون السن، مع الجنجبه، مع حتى اللون بتاع العيون، وكلام كثير جدا جدا.
فالسنابون سمايل هنا او الهوليود سمايل، احيانا الناس بيقولوا عليه هوليود سمايل بدل ما يعملوا فينيرز، السنابون سمايل كان هو حل، وصراحه كان فيري افكتيف بالنسبه لنا. طبعا بس قد يكون العيب بتاعه انه في محاذير من انه ما يشرب حاجه سخنه، ما ياكل عليه، ما يضغط، يعني حاجه للمنظر اكثر من انه حاجه فور فانكشن. ودي الفاينل ريزلت بعد جينا وعملنا ريبليسمنت للمنطقه. طيب ويليام أورثر برضو بقول الميديكور تيتشر تيلز، الجود تيتشر اكسبلينز، السوبيريور تيتشر ديمونستريت، اند ذا جريت تيتشر انسبايرز. اتمنى انه يكون الليكشر كان خفيف عليكم، واتمنى انه يعني تكونوا استفدتوا منه الفائده المرجوه، وانه يكون قدر التطلعات بتاعتكم ان شاء الله. ودائما دائما بنقول انه يعني الجمال فيما وهبنا له الله سبحانه وتعالى، والجمال في الطبيعه، يعني التامل في الطبيعه وتامل في مخلوقات الله هو فعلا بيخلي عندنا نظره جماليه مختلفه للاشياء. فاتمنى انه كان المحاضره تكون خفيفه عليكم. الله يسلمك يا حبيبي، والله ما قصرت ابدا ابدا، ومحاضره كانت في القمه، جزاك الله كل 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 الخير، وان شاء الله يا رب يهون الامر عليكم، وان شاء الله يا رب نسمع عليكم كل الاخبار الطيبه، ولك مني كل الشكر والتقدير بنزولك معنا في هذا الحدث رغم الأوضاع ورغم الظروف ورغم كل حاجة، لكن بإذن الله دعوة طيبة في الأيام المستجابة الدعاء بإذن الله في الأيام المباركة، إن شاء الله ربي يهون الأمر، وإن شاء الله ربي يلم الشمل، وإن شاء الله ربي يهدي النفوس، ونسمع عليكم كل الأخبار الطيبة. لك مني كل الحب والتقدير عزيزي، تحية طيبة لكل الزملاء المشاهدين في كل ربوع البلاد العربية، دمتم بصحة وعافية بإذن الله. خلال 5 دقائق أخرى ونكون في محاضرة أخيرة في الآيديك فيما يتعلق بالإمبلانت برضو مع دكتور عطية بن عائشة من ليبيا. تحية لكم من القلب، ونشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة دكتور مصعب، موفق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة. الله يسلمك.